ينضم معنا عبر سكايب الخبير الأمني والاستراتيجي ماجد القيسي. أهلا بك أستاذ ماجد. في نشرتنا إذن تخوف من الأهالي من عودة هجمات أخرى لداعش في المناطق، هل تعتقد بأن العملية الأمنية التي تجريها الآن الحكومة هي كافية لردع داعش؟ يعني ما هي فعالية هذه التحركات الأمنية من قبل الحكومة؟ رمضان كريم، بالتأكيد لها فعالية عندما تقوم القوات الأمنية أو قوات الجيش العراقي بعمليات عسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش في هذه المناطق التي اتخذ منها مخابئ، ومن حين إلى آخر يقوم بهجمات على القرى وعلى الأرياف وبعض التجمعات السكانية القريبة من المناطق. هذه العمليات يجب إدامة هذه العمليات بشكل زخم عالي جدا من أجل يعني القضاء على تنظيم داعش، وأن تكون المبادئة بيد القوات العراقية والاعتماد على الاستخبارات. وأعتقد هناك عمليات قادمة واسعة سوف تشن ضد هذا التنظيم في مختلف قواطع العمليات في العراق. نعم سيد ماجد، بعد التطور الأخير الذي جرى على صعيد رئيس حكومة البلاد السيد مصطفى الكاظمي وتقديم الكابينة الوزارية، هل تعتقد بأن السياق الأمني في العراق، الخروقات الأمنية التي تحدث بين فترة وأخرى ستقل، خصوصا وأن الكاظمي يأتي من خلفية استخباراتية؟ بالضبط، أنا أتفق معك أنه السيد الكاظمي يأتي من خلفية مخابراتية ولديه اطلاع كبير على عمل هذه الجماعات المتطرفة الإرهابية، ولديه ملفات كبيرة وإمكان بناء استراتيجية أمنية جديدة وتوحيد جهود الاستخبارات والوكالات الاستخبارية في العراق. أعتقد ستكون هناك يعني استراتيجية جديدة للقضاء على تنظيم داعش، وخصوصا أن السيد الكاظمي مثل ما تفضل انحدر من جهاز المخابرات، وهو الجهاز الذي لاحق فلول تنظيم داعش وقياداته طيلة السنوات الماضية، واستطاع من تحقيق إنجازات كبيرة واعتقال وقتل الكثير من قيادات هذا التنظيم. يعني نعم، هل تعتقد أن هذه الصفحة، صفحة داعش في العراق، ستقلب بشكل تام وكامل في عهد الكاظمي؟ أعتقد هناك ستتغير يستغير الوضع كثيرا. أنا أعتقد أنه الفترة الماضية كانت هي فترة أزمات، يعني انتشار فيروس كورونا، التحالف الدولي أوقف عملياته، والكثير من التعقيدات والأزمات أثرت على الأداء، وبالتالي أعتقد عندما نتجاوز هذه المرحلة سوف يكون هناك تغيير كبير في الحرب على الإرهاب. وأنا أعتقد أيضا التحالف الدولي سوف يعود، وهناك اتصالات جرت أيضا بين السيد الكاظمي والاتحاد الأوروبي والناتو في هذا الشأن. أعتقد القوات العراقية قادرة على القضاء على حلول تنظيم داعش، وأعتقد لديها استراتيجية جديدة سوف تقوم بها في الأيام القادمة. نعم، ما أشرت إليه سيد ماجد أمر مهم جدا، يعني هل سنشهد عودة للقوات الأمريكية التي انسحبت في الفترة السابقة إلى العراق؟ أعتقد سوف تعود وسوف تقدم الدعم والإسناد إلى القوات العراقية، وخصوصا في مجال المراقبة والرصد والاستطلاع والاستخبارات، وحتى في مجال الإسناد الجوي. وهناك الحوار الاستراتيجي القادم في منتصف حزيران القادم سيتضمن هذا الموضوع، وأصلا تواجد هذه القوات هي لمقاتلة تنظيم داعش والقضاء عليه. أعتقد العودة ستكون لها تأثير كبير، ويعني الفترة الماضية كان هناك توقف في العمليات، استغلها تنظيم داعش القيام بعض العمليات في بعض العمليات وفي بعض المناطق التي حدث فيها فراغ معلوماتي وفراغ عملياتي، أثرت
كثيرا على الأمن والاستقرار في تلك المناطق. يعني أنت ترجح ذلك على الرغم من أن ذلك سيزيد الحمل على كاهل السيد مصطفى الكاظمي، خصوصا وأن هناك جهات عديدة تساومه، يعني ما بين حصر السلاح بيد الدولة وما بين خروج القوات الأجنبية بشكل نهائي من العراق. أنا أعتقد أنه الحوار الاستراتيجي القادم سوف يحل هذه الإشكاليات. نعم، هذه تحديات أمام السيد الكاظمي، وخصوصا السلاح المنفلت والسلاح خارج إطار الدولة. هذا مطلب ليس فقط يعني حكومة، وإنما حتى شعبي بحصر السلاح بيد الدولة. أعتقد السيد الكاظمي لديه استراتيجية في هذا الموضوع، والمنهاج الحكومي تضمن هذه صحيح. النقطة بالذات. واليوم الجميع يتطلع على حصر السلاح بيد الدولة، لأنه هذا السلاح سوف تستطيع القوات الأمنية والجيش من التركيز في عملياته على تنظيم داعش، بالإضافة أن هذه هي متعلقة أيضا بالاستقرار والأمن، ومتعلقة بعملية الاستثمار بالنسبة في العراق. نحن نعرف إحنا نحتاج إلى الاستثمار، والاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة، والبيئة الآمنة هي التي تجذب الاستثمارات للعراق لبناء وإعادة إعمار المناطق المحررة وإعادة إعمار المناطق الأخرى. أعتقد الوقت القادم هو وقت تغيير. أعتقد هناك تغيير عميق حتى في العلاقات الإقليمية وحتى في العلاقات الدولية، ليس فقط على مستوى مقاتلة. ربما كان ذلك واضحا سيد ماجد في التصريحات الإقليمية والدولية بخصوص مرور كابينة الكاظمي، يعني هناك كانت تصريحات من الأمم المتحدة، من رئيس حلف الناتو، كلهم رحبوا بوجود الكاظمي. هذا القبول الإقليمي سيساعد الكاظمي في مهمته الأمنية؟ ليس فقط قبول إقليمي، وإنما حتى دولي. نلاحظ سيل التصريحات المعيدة للسيد الكاظمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتحاد الأوروبي، ومن أوروبا، ومن الدول العربية. لأول مرة أكاد من حكومة في العراق منذ عام 2003 لحد الآن، أو منذ عام 2006 لحد الآن، تتلقى هذا الدعم الدولي والإقليمي. وبالتالي هذا عامل قوة للسيد الكاظمي للعمل وانفتاح العراق على باقي على المجتمع الدولي وعلى محيطه الإقليمي، وعلى يعني أعتقد سوف يكون هناك توازن في العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول الجوار الأخرى، وخصوصا وأيضا هو تلقى دعوة من السعودية لزيارة باتصال من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. هذه كلها عوامل قوة للسيد الكاظمي، وأعتقد أنه قد لاقى تأييد كبير حتى على المستوى الشعبي، أيضا لديه تأييد كبير. نحن أشكرك على كافة 55 نائب حضر الجلسة وجميعهم تأيدوا على هذه. أشكرك على كافة هذه المعلومات، الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ ماجد القيسي، شكرا جزيلا.